كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 38 لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب. جاء فيه المادة الأولى: يعاد تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وذلك على النحو الآتي: وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ويتبعه، أولاً الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب وتتبعه، إدارة متابعة الشؤون التشريعية، إدارة متابعة الشؤون الرقابية والمالية. ثانياً الوكيل المساعد للبحوث والموارد وتتبعه، إدارة البحوث والدراسات القانونية، إدارة الموارد البشرية والمالية. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 42 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.